شارك الأسبوع الماضي 6 مبدعين في جلسة أصوات الأمل اللي عقدها فريق MBC الأمل، وحكوا عن قصص نجاحهم بالمجالات اللي بيشتغلوا فيها، ومن ضمنهم ومن ضمن اللي شاركوا الإعلامية دانا أبو لبن إحدى مقدمي برنامج صباح الخير يا عرب على MBC، واللي حكيت عن مسيرة عملها كإعلامية وعن إيمانها بدور الإعلام بنشر السلام والمساهمة في حل معاناة اللاجئين، بما أنه صورت قصص واقعية عنهم. وكمان شارك مغني راب الإماراتي حمدان العبري مؤسس فرقة العبري، وتكلم عن تجربته في تقديم فن غربي مختلف وجديد على ثقافته. أما في مجال بيزنس الموسيقى فشارك إلي أبو صالح نائب رئيس أنغامي للخليج العربي قصة نجاح فريق تطبيق أنغامي اللي قدر أنه يوصل ل 80 مليون مستخدم في الشرق الأوسط. أما الشيف العالمي بوبي تشين أحد الجوجز في برنامج توب شيف على MBC فتكلم عن تجربته وكيف انتقل من العمل في الإدارة المالية لفن الطبخ. ومن المجال السينمائي تكلمت بشرة وبثينة كاظم مسؤولة سينما عقيل في دبي عن رحلتها في مجال السينما العربية والإماراتية. بيلهمهم وبيديهم دفعة للأمام، بيديهم أمل. وإحنا النهاردة كMBC الأمل دايماً بيهمنا كل ما يهم الشباب، تمكينه وتنمية قدراته وإزاي إنه يقدر يبقى مستعد لدخول سوق العمل. النهاردة إحنا عايزين نلهم الشباب، نقول له ما فيش مستحيل. لو حابب إنك تغير مجالك من مجال الفاينانس أو الإدارة المالية إلى الطبيخ أو الطبخ وتبقى شيف عالمي زي بوبي النهاردة معانا، فما فيش حاجة اسمها مستحيل. في البرنامج توب شيف MBC احنا دايما بعمل حاجة بالأمل. So السنة دي عملنا بقى حاجات على المستشفى عشان الناس العواجيز، بنكلم على food wastage second season، وطبعا يعني أنا بحس الحاجات كده يعني that's the power of media. وطبعا the power of MBC is to توري الدنيا الكلام ده. أما بشرة فشاركت في المبادرة لأنها جزء من صناع مهرجان الجونة اللي بجهدهم وصل لثلاث دورات ناجحة. أنتي واحدة من الناس اللي أسسوا مهرجان الجونة وتوك a lot of time منك على الصعيد الشخصي على صعيد عائلتك، قديش هذا الشيء يعني تحسي your baby كمان بنفس الوقت الثاني اللي عم بتقضي وقت كتير كبير. It's true إن مهرجان الجونة هو البيبي بتاعي طبعاً، وأنا وآخرين، بس يعني يمكن أنا مساهمة فيه بشكل كبير برضو. شيء صعب، هو أخذ 4 سنين من عمري، الأربع سنين اللي فاتوا بشكل كامل، لأنه هي رحلة نجاح أنا فخورة بيها جداً، لكن هي كانت مشقة أيضاً وكانت صعبة وكان فيها كثير من التحديات اللي أنا هنا النهاردة علشان أحكي عنها. دخلتي مجالات كتيرة، أبدعتي بمحلات مختلفة، شو بتحسي وإنتي عم بتشاركي تجاربك مع الناس؟ الحقيقة هي أكتر حاجة بتهمني في الدنيا هي التواصل مع الناس وخلق جسور مع الناس. إزاي يعني كلنا لما بنقرب لبعض وبنحكي لبعض وبنساعد بعض بالكلام كلنا بنرتاح وكلنا بنتعلم من تجارب بعضنا. ومن التجارب كانت للرابر الإماراتي أبري واللي حكى عن رحلته مع الموسيقى. I wish we had something like this when I was growing up because we didn't, you know, it was all about trial and error. You with something like this you kind of tell them your journey and you tell them everybody's journey is different and you know as long as you keep in the hard work and persistence you'll make it.